الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. الاحتفال بالمواسم والأعياد الدينية له نكهة خاصة في مدينة القيروان، وكل مناسبة سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر المبارك، في عيد الفطر مثلا الحلويات، وهناك شكون يعمل في النهار الحلالم، في المولد أيضا هناك العصيدة البيضة وعصيدة الزقوقو. لكن في السنة الهجرية زعما كيفاش نحتفلوا بها؟ شنو الأكلة المفضلة بالنسبة للقيروانيين؟ هذا مش نتعرفوا عليه من خلال الروبورتاج اللي قمنا به هذا الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء إن شاء الله رأس عام مبارك علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية، وبصراحة عنا عادات ما أحلاها وما أجملها، فما والله لا يقطع عنا عادة. في الناس العام رأس العام العربي نحتفلوا به بإذن الله، نعملوا كسكسي بالقديد، نعملوا الفول بالعظام، ونهار الثاني نعملوا ملوخية بإذن الله باش تعدى إن شاء الله العام أخضر علينا وعلى جميع المؤمنين. وهكذا عندنا عادات حلوة ومزيانة برشا بإذن الله، وهي فرصة معناها حتى باش العائلة الموسعة تتقرب لبعضها وكذا وكذا. وإن شاء الله عام طيب ومبارك علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية. في القروان نحتفلوا بأعيادنا كما كل عام، فهمت؟ عيد الصغير مثلا لحلو، نعملوا لحلو. العيد الكبير عنا نذبحوا ونعملوا القديد ونعملوا كل شيء ونعملوا الغاوي ونخليه معناها للرأس العام. في رأس العام جينا رأس العام نطيبوا الكسكسي والقديد، وبعدش نركبوا الملوخية والفول والعظام على الصباح. هذه عاداتنا في القروان الكل ما تتنحيش. إن شاء الله أنا مربينا إحنا صغارنا معناها على العادات هذه، كيراونا إحنا نعملوا العادات هذه وما يتبعون. اليوم نطيبوا الكسكسي والقديد وركبوا الملوخية. الملوخية الغدوة بقدرة ربي، ما تركب قبل بنهار يحب لها طيب الملوخية، ونصبحوا غدوة على الفول والعظاء. والله شاب والعزوة خطرهم على قدهم، سنيهم على قدهم، والكل يكين هذا الكل يساعدهم. كسكسي بالقديد شاب والعزوزة، وعندنا في الدليل صباحة نقولوا نحن الموسم، ما نقولوش رأس العام، نقولوا موسم موسم رأس العام. عندنا الفول والعظاء، وفي نصف النهار نفطر الملوخية باللحم البقري. وفما قبيل كبير اليوم من عادة القراوة حتى في السخانة في الدردة مصيف، يروح نهار طيب في القروان الملوخية ويفطر، وبعد يرجع صيف من عادة القراوة ذي الملوخية. وبعد يجينا فانت ما نقولوا عاشورة فانت بتاع سواعة وذيك، وربي يدوم إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير. فما قبيل كبير على الحمل البقري، فما قبيل كبير يس، فما اللي طيبها بالبقري، فما اللي طيبها بالكرشة، فما اللي طيبها بالعلوش، فما اللي طيبها بالحمراء، فما برج العليق اللي هو قلوا الصدر، فما برج السيقة اللي هو اخر برج في الدنيا، فما الكرومه، فما المفتوله زاد نقولوا سبوله. نحن تو العادات الكل تابه بالهبره، وهي راهي بنتها بالعظمه، ملوخيه بنتها جابها ترى عظم وشحمه مش سايب زيتها تقر زيت، قلت صفاها. العيد الصغير نحضروا له، نبداو من ليله النص نبداو نحضروا له الحلو، كل يوم نعملوا خاصة نعملوا عدا البسكوي والغريبة والمقروض والصمصة، خاصة نحن في القروان نحبوا برشا الصمصة والبقلاوة. كل قديروا قدر، كل قديروا، أما يزم كل دار الحقيقة فيها الحلو كي تتحل، وحتى اللي يجيك هاك تمد لك الصحايل باللي كتب. طيبوا الحلالم هذيك لازم الحلالم، ونطيبوا معها قلاية ديما يحبوا لامو، فما اللي يحب الملوخية، فما زاد اللي من العادات اللي يحضر لك ليلة العيد الصغير يحضر لك الملوخي. المولد العصيدة متاعنا البيضة، الزقوق الجديدة هذه معناتها تتسمى دخلت علينا، ما هي الأصل الأصل، ونعملوا برشا معناتها ديار تحل البقروض وتحل الغريب. علاش؟ خاطر احنا القروين معناتها يجيوها قبل الناس البراينية اللي يحبوا ياكلوا مقروض القروان وغريبه القروان وعادات القروان. راس العام ان شاء الله مبارك علينا وعلى سيدنا محمد اجمعين، يا رب اجعله لنا بالهدى واللطف. كيما اليوم نعملوا الكسكسي بالقديد والفول الشايح، الشيب والعزوزه، اي الشيب والعزوزه نعملوه هذاك من العاده والعوايد. وانا واحده من الناس نحب الكسكسي الطري العربي، ما نحبش البكوين، نعملوا زمني معناتها زمني زمني، فهمتني؟ وغدوه ان شاء الله عندنا الملوخيه وعندنا الفول والعظام، العظام العربي المصموطه والفول. الحياه فام، الحياه فام، زهره الحياه.